أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم. ونحن نحيي الذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. نستذكر وإياكم المحطات وأبرز المحطات التاريخية الهامة على هذا الدرب الطويل من النضال مع القادة والمناضلين الذين ساروا مع اللحظات الأولى لانطلاقة هذه الثورة الفلسطينية التي وضعت فلسطين كقضية سياسية وإنسانية من الدرجة الأولى في كل المحافل الدولية. قدمنا من أجل هذه الدولة الفلسطينية ومن أجل القضية الفلسطينية مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين على هذا الدرب الطويل. في هذه التغطية نرحب بضيفنا في الاستوديو سيادة اللواء جبريل أرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. نتابع إياكم هذا الحوار مشاهدينا الكرام عبر هذه التغطية المفتوحة. من هنا من عيلبون قم نفجرنا النفج، أرض حرة ما تهون، بارد الثورة انطلق. يا الرجال الزاحفة بالعبوة الناسفة، يا الرجال الزاحفة بالعبوة الناسفة، هذا قول العاصفة. فتح مرت من هنا، تحية إذن للهامات العالية والقامات العالية، للذين صعدوا إلى السماء بأرواحهم، وللذين بقوا على هذه الأرض المباركة يكملون هذه المسيرة وهذا المشوار المعمد بدماء الشهداء على هذا الدرب الطويل من النضال. مرة أخرى نرحب بضيفنا سيادة اللواء جبريل أرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح. أهلا بك سيادة اللواء. وبطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، قبل الحديث عن هذه المحطات الهامة والتاريخ الطويل وأيضا المفاصل الهامة في تاريخ الحركة وأيضا المستقبل، أين نحن وإلى ماذا نتطلع أن نصل بعد مرور 51 عاما، بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير للزميلة شادن التي أعدت لنا هذا التقرير لهذه التغطية. الأول من كانون الثاني عام 65، نصف نفق عيلبون. صدر البيان الأول لانطلاق الثورة الفلسطينية التي رسمت بداية فكرة الكفاح المسلح للفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي وتبنت فتح العملية. الهجرة القسرية وما واجهه الفلسطينيون في نضالهم ضد الاحتلال الإسرائيلي دفع الثوار وعلى الرغم من تشتتهم في دول مختلفة إلى التفكير بتأسيس قاعدة تحمل العمل النضالي وتجمع الفلسطينيين في شتاتهم تحت مظلة نضالية تكتمل من خلالها مسيرة التحرير. تبلورت الفكرة آنذاك لدى الراحل ياسر عرفات ومعه آخرون، أسسوا خلية سرية صاغوا فيها وثيقتين تأسيسيتين شملتا بيان الحركة وهيكل البناء الثوري، وتم الاتفاق على اسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. الوصول لكل فلسطيني أينما تواجد هدف وضعه مؤسسو الحركة نصب أعينهم، فالقاعدة الجماهيرية هي وقودها، فبدأ المؤسسون بذلك من خلال خطاب العقل والكلمة الذي توجهوا به إلى أبناء شعبنا من خلال مجلة سياسية. ولتليق الانطلاقة بأهداف الحركة السياسية الجديدة، كان قرار القيام بعملية عسكرية في ليل 31 من كانون الأول عام 65 ردا على سحب إسرائيل مياه نهر الأردن لتوطين اليهود. الفعل كان أقوى خطاب اكتسبت من خلاله فتح قاعدة جماهيرية دعمت عملها الفدائي الذي استمرت به، لكن هذه المرة من داخل الوطن ومن خلال خلايا في مختلف المدن. إلا أن قمع الاحتلال واستبداده رد بهجوم وقصف مدفعي وجوي في آذار عام 68 بغية احتلال نهر الأردن والقضاء على فتح العاصفة نهائيا، هذه الحركة التي عصيت على جبروته. لكن مرة أخرى شيعت قوات الاحتلال محاولة أخرى من محاولات كسر شوكة الفلسطينيين والقضاء على فتح العاصفة،
حين انتصر الثوار وبمساندة المدفعية الأردنية في المعركة التي سميت الكرامة. ومن انتصارها الذي اعتبر انطلاقة ثانية، عين أبو عمار ناطقا رسميا للحركة التي انضمت بل تولت رئاسة اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير بعد انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني عام 69، وانتهت بانتخاب ياسر عرفات رئيسا للجنة التي شكلها بداية أحمد الشقيري عام 64، وأوكلت لاحقا ليحيى حمودة، وأخيرا إلى أبو عمار الذي بقي رئيسا لها حتى رحيله. أسس تنظيمية وفكرية أرستها فتح العاصفة لتكون بداية نور لمقاومة تنهي ظلام احتلال زائل. شادن غنام، تلفزيون فلسطين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا بك اللواء جبريل أرجوب، كل عام وأنتم بخير، عاشت الذكرى. سيادة اللواء، ماذا يعني 51 عام من النضال في حركة فتح؟ يعني أعتقد بالنسبة للمناضلين بيعني الكثير، ولكن بالنسبة للمتفرجين أكيد لا يعني شيء. نعم. وثورتنا ما شاء الله أطول ثورة في العصر، وهي أكثر ثورة يعني كانت قائمة على أسس فيها عدالة. نعم. ولكن للأسف هذا العدو الإسرائيلي اللي سعى من البداية إلى نفينا وإلى إذابتنا في الإقليم، ولكن جاءت حركة فتح بأهدافها بمبادئها بانطلاقتها وفق مبادئ وأهداف ومنطلقات أعتقد إنها شكلت عقيدة وطنية عند كل الفلسطينيين، واللي شكلت بداية لمنظومة من الحركات الوطنية الفلسطينية اللي كلها انطلقت تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، واللي اليوم هي بتشكل هذا النسيج النضالي الوطني الفلسطيني. ومن هون احنا كفتحويين اليوم نعتز، واحنا بنمجد تاريخنا، احنا منفجر هاي الثورة. وانا يعني طبعا بحيي شهدائنا واسرانا وكل ما قدمناه من تضحيات، واخرها ما يحصل خلال الثلاث شهور. نعم. اللي عندنا احنا 145 ملحمه فرديه بطوليه خاضها عشرات الفلسطينيين وفق فكر بالاصل له علاقه بالمقاومه وبما اسست له فتح قبل 51 عام. نعم. ولكن احنا الفتحويين ان الاوان انه احنا يكون في عندنا وقفة تقييمية. احنا قدنا الشعب الفلسطيني في كفاح مسلح، في عمل سياسي، في عمل دبلوماسي، جينا عملنا اتفاقات. نعم. واحنا اليوم موجودين على مدار 21 سنة في عملية سياسية. نعم. اسمها تسوية. في عجالة ستي لو قبل أن نأتي إلى المرحلة الحالية، كيف كانت الظروف وبدايات الانطلاقة في ظل الظروف كانت في غاية الصعوبة والتعقيد؟ يعني أنا بتقديري إحنا كنا في منطقة كلها يعني في حق الألغام إحنا عايشين. نعم. في عندنا البترول، وفي عندنا الجغرافيا، وفي عندنا المصالح، وفي عندنا النفوذ، ولكن مع كل ذلك في كان إرادة عند النخب وعند الجيل الأول، عند الرعيل الأول ياسر عرفات، صلاح خلف، خليل الوزير، خالد الحسن، هؤلاء العمالقة اللي فجروا هاي الثورة في ظروف صعبة. نعم. ولكن يعني بالرغم انهم شقوا طريقهم في صخر صلد وقاسي وإلى آخره، إلا انهم يعني مهدوا لهذا المد الثوري سواء كان على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، وهذا إحنا إلا ما نعتز ونفتخر فيه. ولكن اليوم إحنا وين من هذه التضحيات ومن هذا الصمود ومن هاي الصلابة؟ إحنا وين في الوحدة الوطنية اللي هي يرتكز عليها مشروعنا الوطني؟ إحنا وين في علاقتنا مع الإقليم وإنه إحنا في عندنا خطوط حمر وما حدا بيقدر يلعب في ساحتنا؟ احنا اليوم وين من المجتمع الدولي؟ انا بعتقد انه الان احنا في حركة فتح، وانا بقول احنا في اللجنة المركزية يجب ان يكون، وانا بقول لك في هناك وقفة. نعم. تقييمية، وفي هناك اصطفاف لاعادة الاعتبار لهاي الحركة ولاعادة كل عناصر القوة لهذه الحركة بحيث انه هي تعود وتمسك في الحلقة المركزية، لانه بالتجربة ثبت انه فتح هي صاحبة مشروع الدولي، فتح هي اللي عندها مفهوم متقدم لموضوع الوحدة الوطنية، فتح هي اللي عندها ادراك واضح وفق فلسفتها وفق عقيدتها التنظيمية والوطنية لدور العامل الإقليمي. نعم. ولدور المجتمع الدولي. أنا بعتقد إحنا في عندنا خلل إحنا بدنا نصوبه، وأنا بأمل إنه هذا العام يكون يبدأ
بمراجعة فتحوية باتجاه رؤية استراتيجية لإقرار استراتيجيات لها علاقة بوضعنا الداخلي، التنظيم الوطني لها علاقة، وبدنا نعطي أمل لشبابنا، بدنا نعطي أمل لشبابنا، وبدنا كمان اللي هذا سؤالك من اللي على حفة قبرهم اللي هم الرعيل الأول واللي دفعوا ثمن غالي سواء كان بالأسر ولا في بيروت ولا في أولادهم ولا 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 إلى آخره، إنهم يغادرونا وهم واثقين بأنه القضية الفلسطينية في أيدي آمنة. طب هل فتح ما زالت وفية لدماء شهدائها وأفكار مناضليها عبر السنوات في ظل الظرف الحالي؟ يعني أنا أنا أنا, أنا 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 يعني جزء من الحركة، بتعرف أنا طبعاً. أنا ما جيتش لا جاي برشوت، يعني أنا فدائي كويس صحيح. يعني إذا الموضوع مش موضوع شخصي، ولكن إنه إحنا كحركة طبعاً، وأنا طبعاً بعتقد بأنه يعني هاي اللجنة المركزية اللي موجودين على الطاولة أعتقد يعني معظمهم هم كمان جزء من التاريخ، وما في واحد فيهم ما شافش الموت يعني مرات، ولكن يعني بالصدفة إحنا ظلينا أحياء، فمن هون نعم إحنا أوفياء، ولكن في هناك في مشكلة، وأنا بقول لك أن هناك في هناك أزمة، في هناك أزمة قيادة، في هناك أزمة أخلاق، في هناك أزمة بوصلة، وهذه يعني تداعيات قلت لك على الجيل الأول يعني كمان إحنا بنحتك وبنسمع بيسألوا زيك إنه يا أخي وين واخذين أنتو؟ ما هم لما بيجوا بسمعوا لك بقول لك والله فلان راح فلان إجا بالأخير صار، والله فلان بقول لك راح شاف رئيس دولي مش عارف إيش، يا أخي وين إحنا؟ وين اللي شو اسمه هذا؟ وإحنا طب تقاعدتونا طريتونا رحلتونا، وين إحنا نشتغل؟ فأنا أنا بعتقد بأنه يعني في هناك حالة من الإحباط عند شبابنا، وفي هناك ما قلت لك يعني حالة من الغليان عند الجيل الأول والثاني والثالث اللي حملوا عبء الثورة، وكمان أولادنا اللي هم مستقبلنا. إحنا يفترض أن نؤسس لبوصلة لها علاقة بتوفير كل عناصر المناعة والحصانة الوطنية عند هذا الجيل اللي أصبح بصراحة مشتت. كيف سيتم استعادة الأمل وبث روح الانتماء والنضال من جديد؟ أنا بقول لك إحنا نكون صادقين في خطابنا وفي سلوكنا. نعم. يعني سلوكنا إحنا كقيادة يكون له علاقة بمصلحة الشعب الفلسطيني، وأنا بعتقد إنه إحنا صار في خلط بيننا وبين السلطة. فتح يجب أن تكون على يسار السلطة، بس إحنا اللي بنقود هاي السلطة، مش بيجيبوا لي واحد مش عارف من وين وانا بحكي بحس الناس. والله بقول لك قال فلان راح قابل رئيس تونس، اوي 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 اوي، فلان قاعد بحكي باسم الشعب الفلسطيني بحكي انجليزي يا اخوي، هذه اللغة مهارة، احنا بدنا واحد يحكي فلسطيني مش بدنا واحد يحكي انجليزي وفرنسي. انا بقول لك احنا لازم نصدق شعبنا، نصدق القول في مفهومنا للوحدة الوطنية، في مفهومنا لعلاقتنا الداخلية ولدور فتح في شو اسمه في عمليه احلال للجيل القديم، وفي ناس قاعده بتطلع والله ما بعرف منين اجوا، انا شخصيا ما بعرفش منين اجوا، نزلوا باراشوت عملوا باي باص وطلعوا للصف الاول. انا برايي وطبعا من حقهم كفلسطينيين اوكي، ولكن مش بتعيين ولا كمان ضمن هاي المسائل حامله احباط عند الناس. طب العمليه السلميه يا اخي انهارت انتهت دفنها نتنياهو، طب شو البديل عندنا احنا؟ البديل عندنا احنا قاعدين نتخبط، اتخبطنا في موضوع المجلس الوطني، بنتخبط في موضوع المؤتمر، بنتخبط في علاقتنا مع حماس، بنتخبط في علاقتنا مع الإقليم، بنتخبط في تنفيذ قرارات المجلس المركزي. أنا بقول لك الآن في هناك، وأنا بقول لكل الفتحويين، وأنا بقول لكل شعوب فتح ولا قبائل فتح مثل ما كان القائد العظيم ياسر عرفات يسميهم، إحنا يجب أن نقوم باصطفاف له علاقة بمشروع الدولة وإله علاقة بالمقاومة كفكر وممارسة وفق الظروف المتاحة، واللي هي يعني أصبحت اليوم وحدة المفهوم على الأقل تنظيميا هي الأساس في تعميمها وطنيا، ومن ثم يعني نعمل صيغة في علاقتنا مع الاحتلال الجديدة. نعم. الاحتلال يسعى إلى تكريس الأمر الواقع، الاحتلال بده شريك لتكريس الأمر الواقع. نعم. مش يعني لإدارة الصراع مش لحل الصراع. طيب بعد 51 عام من النضال، يعني سيد اللواء جبريل رجوب، شاهدنا أو رأينا مشهد يدمي القلب في الخليل، كل مدن الفلسطينية قوافل من الشهداء، كل هذه التضحيات وهذا النضال، يعني كيف يعني شوف أولا أنا بقول يعني هذولا
اللي استشهدوا خلال الفترة الماضية خلال التسعين يوم طبعا هو اللي سبقوهم. نعم يعني صحيح. احنا كمان شفنا في غزة خلال كم من أسبوع دفنوا حوالي 5000 إنسان، مظبوط ولا لا؟ وفي منطقة ضيقة امبارح في الخليل مثلا 17 شهيد تم تشييعهم. طبعا هذا شيء يعني بقدر ما هو فخر واعتزاز إلنا كلنا، وأنا بقول اللي حصل أعمال فردية بطولية إحنا بحركة فتح نحييها ونشجعهم وبنعتبرهم أبطال وبنعتبرهم يعني تاج على رؤوس كل الفلسطينيين في مرحلة فيها انحسار، في مرحلة فيها إحباط، في مجموعة من الأفراد بدأ من 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 أخونا مهند الحلبي إلى آخر شهيد سقط بالأمس في يعني بيئة ظرف. تعال شوف مثلا مخيم جلنديا، شوف الجلزون، القدس 35 شهيد، الخليل 42 شهيد، في غزة 22، هون في رام الله 16، شوف الجلزون. يعني هذه المسائل أصبحت وكأنه يعني المنافسة في قباطية، المنافسة عم بتصير بين الناس باتجاه وبشكل فردي، وأنا برأيي أنه يعني إحنا كمان هذه أحد القضايا لازم نوقف عندها. هل إحنا معها ولا مش معها؟ أنا بقول إحنا في اللجنة المركزية ناقشنا هذا الموضوع ونحن معها، وإحنا لازم نأطرها ولازم نصيغ أهداف إلها تبدأ، قلنا في موضوع المقدسات والكرامة والأرض والزراعة، وتنتهي بإنهاء الاحتلال. وأنا برأيي كمان هذا بده وقفة. يعني في ناس قاعدة بتسأل إنه وين أنتوا؟ وين أنتوا من اللي بصير؟ وين أنتوا من قرارة المجلس المركزي؟ أنا بقول لكل الفتحويين أولا بإنه آن الأوان أن يكون في هناك مصارحة بيناتنا كفتحويين، ولكن مصارحة على قاعدة وحدة التنظيم أولا، وحدة كل قبائل فتح ثانيا، على برنامج الحركة اللي فيه مبادئنا اللي فيها انضباط وفيها التزام وفيها ديمقراطية مركزية وفيها سرية وفيها نقد ونقد. ولكن الحركة بصراحة وقادة في الحركة ذهبوا إلى المصالح الشخصية ونسيوا الحركة وفقدوها وتآكلت شيئا فشيئا. أنا متأسف أني أقول لك أنه هذا الكلام صحيح، ولكن عصب الحركة وجوهر الحركة لا مش هيك، ما زالوا على العهد. لأنه كمان ما هو بدي أقول لك، معنا في جزء أجوا معنا بالغلط يا أخي، والله ما بعرف كيف طلعوا بالقطر. أنا بسأل معلش طلعوا، ولكن العصب الحركة والنواصل في الحركة مش هيك مش هيك، ومش حنسمح لهم أنهم يقعدوا على المقود. هذه الحركة مش الحركة، طبعا الحركة كمان احنا فصائل العمل الوطن معنا طبعا. هاي الثورة لمن ناضل لمن قدم، مش للي بنطلنا بآخر محطة من هون ومن هناك. فيا سيد العزيز نعم. طب إذا كان ماضي تفتح له المجال، ليش لا؟ هي فتح معلش حكر معلش على بعض الأشخاص. لا في فرق بين أنه فتح لكل الشعب الفلسطيني نعم، ولكن احنا بنقول بانه هاي الثوره لكل الناس اللي حملت السلاح وناضلت ودفعت الثمن. هو فيش فلسطيني ما دفعش ثمن انه هو فلسطيني باشكال مختلفه، ولكن انت بتقول انه في ناس عندهم نعم، في هناك ناس عندهم اجنده شخصيه ومن راس لساس، وهذه ظاهره يجب ان تنتهي. وما حدا بيطلع له لا يعين ولا يعطي ولا يودي ولا يحجب الضوء على ارضيه شخصيه، لا بدنا احنا في معايير وطنية. وانا بقول لك لا، في هناك بعرف في هناك حالة احتقان على كل المستويات في الحركة وفي غير الحركة. وانا يعني بأمل من كل القوى الوطنية الفلسطينية، كل القوى سواء كان في فتح او خارج فتح نعم، ان يثقوا بانه فتح ولجنتها المركزية ما زالت متمسكة نعم بكل المنظومة القيمية اللي لها علاقة بالدولة، لها علاقة بالمقاومة، له علاقة بالوحدة الوطنية، بالديمقراطية، بالتعددية، بالبرنامج الوطني الديمقراطي اللي احنا كلياتنا اتربينا عليه، للدرجة انه اصبح شيف رجينية عند كل الفتحويين. الان في هناك شوية وسخ هون وهناك، احنا بدنا نزيلها. وانا بعتقد بانه في هذا العام مش مسموح انه هذا الانهيار يستمر. طيب. مش مسموح انه هذا الاحباط يستمر. مش مسموح انه اجيالنا ما تعرفش وين البوصلة، وما حدا اليوم بقرأ كلام، الناس بتشوف سلوك نعم، والناس بتشوف مواقف. وأنا بعتقد هذه المواقف بالنسبة إنك لجنة مركزية يجب أن تتجلى، وهذا ما نناقشه، يجب أن تتجلى على أربع جبهات. أولا الجبهة الوطنية بما فيها الجانب التنظيمي، لأنه إحنا فتح أصحاب مشروع وطني مش أصحاب مشروع لعصابة. وثانيا
العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، وثالثا العلاقة مع الإقليم، ورابعا العلاقة مع المجتمع الدولي. وأنا بعتقد بأنه يعني هذه الذكرى يجب أن تكون انطلاقة جديدة باتجاه فعل نضالي سياسي يبدأ بتعزيز كل أو توفير كل أسباب القوة والقدرة على الصمود والقدرة على الديمومة، نعم، لقوة الفعل الوطني الفلسطيني من خلال البقاء على أرض فلسطين بمنظومة مختلفة، بسياسات مختلفة، باستراتيجيات مختلفة وبعدة مختلفة. طب الوضع السياسي بصراحة الآن هناك جهود كبيرة تبذل من كل مواطن فلسطيني، مجرد بقاءه على أرضه كما تفضلت أو صموده أشكال متعددة من المقاومة، ولكن الوضع السياسي بصراحة سيء، والعملية السلام متعثرة أو ملغية، وإسرائيل لا تريد أن تعطي أي فلسطيني أي شيء. ما هي الصورة؟ معلش أنا قلت لك إحنا الآن استراتيجية في أربع محاور. المحور الأول العلاقة بفتح، نعم، وفي البعد الوطني بما في حركة فتح. أنا بقول لك إحنا في عندنا رؤية برضو لها علاقة في المؤتمر، ولها علاقة بدور فتح، نعم، ولها علاقة بحماس والمصالحة، ولها علاقة بهاي الثورة اللي عم بتصير. هاي إحنا إذا ما عرفناش نوظفها وما عرفناش نرسم لها رؤية استراتيجية تليق بال 145 شهيد وبالتشيع امبارحيات سرية في الخليل وفي جلانديا وفي الجلزون وفي رام الله وفي غزة، انا بقول لك احنا بنكون مجرمين بحق انفسنا. طيب احنا بنتحدث عن مقاومة في الاراضي المحتلة لانهاء الاحتلال وهو حق مشروع لنا، وما بصير واحد فينا يرج قدام الإسرائيليين أو يخاف أو إلى آخره. هذا موضوع بدنا نحسمه، وبدنا نحسم كمان إحنا حماس يا بدهم يجوا على وحدة وطنية، يا إما إنه إحنا بدنا نحاصرهم بأخلاقنا بقيمنا، ومن خلال إنه إحنا متمسكين بإنه الحوار والإقناع هي الطريق إلى الوحدة الوطنية، وليس أي وسيلة أخرى، لا التآمر الداخلي ولا التآمر مع طرف إقليمي على حماس. ونتصرف بأخلاقنا اللي هي أخلاق وطنية واللي هي أخلاق فلسطينية واللي هي أخلاق الشهداء وأخلاق كل الأسرى. نعم. طيب. أنا بقول لك هذا الموضوع على جبهتنا. هسا موضوع الإسرائيليين، إحنا في عندنا قرارات في المجلس المركزي بغض النظر. طيب قبل أن نذهب للإسرائيليين اسمح لي، يعني ست اللواء أنا منذ 20 عام بقدم في فترة في هذه مرحلة لها علاقة بانطلاقة الثورة، ونسمع نفس الأحاديث منذ 20 عام عن أن هناك مش من اللواء جبريل الرجوب من قادة في حركة فتح بأننا سيكون تغيير، وكان آخرها بصراحة اللقاءات التي قدمناها في المؤتمر السادس لحركة فتح، سمعنا الكثير على الأرض، بقيت الأمور على ما هي عليه، لم يتغير شيء. شوف لا، وأيضا فيما يتعلق بحماس تتحدث عن أي حصار بعد 7 سنوات من القطيعة. شوف احكي لك، اولا انا بديش ارجع للمؤتمر السادس، بسلبياته وايجابياته كان هناك هو محطه وكان ضروره بعد رحيل العملاق اللي كان موحد كل الفلسطينيين، واللي احنا كلياتنا قاعدين بنتذكره وبنبكي على ايامه. منيح كلنا بنتذكره وبنبكي على ايامه، هذا المارد الجبار اللي البسيط المتواضع اللي عبر عن كل مآسي العالم، ولكنه كان عمود الخيمة لفلسطين. راح شو نسوي؟ فيا سيدي كان لازم نعمل وعملنا هالمؤتمر، وأنا بقول لك أنا صحيح أنا جيت في اللجنة المركزية بس أنا في عندي 50 ملاحظة بغض النظر، ولكن كانت ضرورة ومصلحة. أنا بعتقد أنه المسار كان صحيح، ولكن واضح أنه خلال الفترة الأخيرة في هناك البوصلة مش واضحة، وصرنا وكأنه إحنا فصيل الفرد. لا فتح لها لجنة مركزية، واللجنة المركزية هي من تقرر، كويس، لأنه السلطة شو اسمه المطلقة مفسدة مطلقة. وهذا الكلام أنا بقول لك أحد القضايا اللي إحنا في اللجنة المركزية قبلناه، بس ما حدش لا يا سيدي، إحنا اليوم بنطالب برسم استراتيجيات، نعم، والنظام بيسمح لنا والقانون بيسمح لنا والوضع يا اخي اللي مش شايف الوضع انا بقول له شوف وجهك في المرايه، موجود، انا بقول له شوف تحسس احكي مع الناس اسمع شو راي الناس، واحنا لازم نكون صادقين مع الناس، اما ان ننقل الراي لغيرنا بثوره وبشرف وبكرامه، فاهم علي كيف، ولكن لن نسمح بانه في هناك ناس
يتقدموا الصفوف بلا رصيد وبلا مضمون، لأنه أنا بدي واحد يقعد قدامي ويسوق للباص عنده مناعة وعنده حصانة وصاحب مشروع ويا أخي شارك شارك دفع ثمن، مش بس لابس قربطة وبيحكي إنجليزي ومش عارف شو يا اخويا. لانك كان بامكانك تلبس قرابه يا اخي، مو بنحكي فرنساوي، هذه القصه بدنا واحد يحكي فلسطيني، بدنا واحد يحكي عربي فلسطيني بالاكسن بتاعنا، لهجه الخلايلي وهي الجنين وطول الشرم وكلكيليا. خلينا بالصوره سيادة الله وغزه. اوكي مش احنا جايين، انا بدي واحد الصبح يحكي لي بلغه وضرب لغه وين بتخدمني وين شو اسمه هذا. نعم بده هذا الشعب في الواحد عام ال51 يشعر بانه الامل عنده تجدد. هذا الكبرياء، هذا الشموخ اللي جسدوها الشهداء وأهلهم، وهذا الالتفاف وهذا العزوف عن الأنشطة الفصائلية لازم يخلي بما فيهم احنا في فتح. احنا مبارحيات وانا في الشعلة، شفت انت في غزة قديش هجموا على الدكتور زكريا الأغا، وفي قلقيلية وفي جنين وفي الخليل وفي دورة وفي الفوار وفي ريحة، ولكن عندنا هون انا بامل انه الكل يلقط الرساله. ليش بما في اعضاء اللجنه المركزيه ليش ما جوش، ليش ما راحوش، مع انه بعضهم راح قبل او بعد ادى واجب التحيه لياسر عرفات. انا بعتقد انه هذا هو الموضوع. فاحنا بدنا نرسم استراتيجيه جديدة. واستراتيجية لها علاقة بأنه إحنا حركة وإنه قيادي. ويا سيدي ما حدا معيننا، إحنا جايين برضو بمسيرة مبدئية مناضلين يعني. أوكي وقف المؤتمر، والمؤتمر اللي بده يعقد يجب أن تكون مدخلاته سليمة كي تكون مخرجاته سليمة. هل سيعقد المؤتمر السابع؟ بده يعقد المؤتمر السابع، بده يعقد، ولكن كمان هذا المؤتمر يعني فيه ثلاث عناصر لازم تنضج عشان أول شيء داخلية. إحنا بفتح، احنا مش رايحين على مؤتمر تصفية حسابات ولا فلان بدنا نفصله وفلان بدنا نرجعه وفلان بدنا نطلعه وفلان مش عارف شو هذا شو هذا. هذا مش لغة فتح، مش شيخ يعني تربينا. وانا بقول لكل الفتحاوين، بقول لكل مفاصل العمل التنظيمي بالخلية وبالشعبة وبالجناح وبالإقليم وبالخلية الأولى والثانية اللي هي اللجنة المركزية والمجلس الدولي، انه هذا الكلام بده وقفة. احنا بدنا نعمل مؤتمر العدد حسب النظام، مش حسب رأي واحد بده قال نجيب 1000 ولا نجيب 1000. لا يا حبيبي، النظام مين بيجيب؟ احنا هو اللي بده يعمل المؤتمر ويفرزوا مين ما كان يفرزوا. اذا معناته احنا اول شيء بدنا ننضج العامل التنظيمي بالمعنى انه احنا من الاعضاء وتصادق عليهم اللجنة المركزية، وما حدا مسموح له انه يعين واحد. الموضوع الثاني بدنا نقرر البرنامج السياسي، واللي لازم نشترك فيه قواعدنا التنظيمية، لازم نشترك قواعدنا التنظيمية في موضوع أعضاء المؤتمر. وأنا بقول هون كل من انتخب في لجان الإقليم بده يكون عضو في المؤتمر، وكل من انتخب في المنظمات الشعبية وفي الأطر و و و إلى آخره الكفاءات اللجنة المركزية، ولكن كمان الآلية لازم قواعد التنظيم موجودة. تعرف إيش وكيف وليش فلان أجا وفلان ما جاش. نفس الشيء بالنسبة للبرنامج السياسي، ولكن كمان اللوائح والأنظمة بدها تغيير وبدها مراجعة. بدنا نسمع رأي القاعدة القواعدنا ونطرح في المؤتمر رؤية جديدة. يعني احنا طب هل بدأ العمل بك الدراسي؟ لا لا لا، طبعا انا بقول لك في الان لجنة تحضيرية وبكرة في عندهم اجتماع، وانا بقول لك الغالبية العظمى في اللجنة المركزية هذا هو موقفها، واحنا لن نتنازل عن مؤتمر حسب النظام وعن برنامج تشارك فيه كل قواعدنا التنظيمية. وآلية اختيار لازم يشاركوا، لانه اللي بيشارك في القرار بيتحمل المسؤولية. بس انت واحد مناسيه يا اخي، ليش هو كمان ما ينسكش يا اخي؟ انت شو مقدم له؟ احنا جبنا الناس بانه احنا وعدناهم بدولة، وعدناهم باستقلال، مش وعدناهم بوظيفة. هذه الوظيفة حق لكل فلسطيني، كل فلسطيني من حقه يروح ويتوظف بناء على كفاءته الأكاديمية أو خبرته أو إلى آخره. ولكن في موضوع القرار الوطني اللي له علاقة بالدولة وبالتحرير، أعتقد هذه مسؤولية حركة فتح وما زالت مسؤولية حركة فتح. طيب فتح يا سيد خليك. إذن هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني وطنيا، طيب هل اخواننا في حماس كم نتفهم احنا المره اللي فاتت بتعرفهم يخططوا؟ هذا سؤالك بصراحه. معلش انت صاحب المشروع الوطني بصراحه، وهذا انقسام 7-8 سنوات، ماذا بعد؟ منيح معلش، انا بقول لك كمان في هناك عندنا مراجعه، ومثل ما قلت لك احنا لازم يا نجيب اخواننا لحماس يا نحصرهم. بس مش نحصرهم بس هم لا اجوا ولا احنا حصرناهم. معلش خليك معي. احنا
ما زال في هناك هم إخواتنا وأهلنا وهم جزء من نسيجنا السياسي النضالي، وكمان هم ناضلوا وضحوا وكذا وإلى آخره، وإحنا لازم نتعامل معهم بأخلاقنا وبنتعامل معهم زي ما بنحبهم غيرهم يتعاملوا معنا. يعني أنا أعتقد بأنه إحنا كمان ثقافتنا لازم تكون وسلوكنا إله علاقة بالوطن، ما لهش علاقة بمشاعرنا وكذا، غلطوا وملعونين والدين وكذا، هذا بنهيش مشكلة كويس. ولكن كمان إحنا إذا بدنا نحصرهم إحنا يكون أدائنا وسلوكنا، يعني إذا شعبنا بيشتري بضاعتنا، أنا بقول لك شعبنا بيعاني في غزة، هم ما مخلين حدا يحبهم، الله يساعدهم على الجرائم اللي عملوها في غزة، سيبك من الموضوع يا أخي. فإحنا بنتمنى إنهم يصحوا، ولكن كمان إحنا لازم نساعدهم، وإحنا لازم نخرجهم من هذا الوهم إنه راح الحاج مرسي وجه الحاج مرسي إلا عن صباح أبو الحاج مرسي، أكسبكم من الموضوع هذا. فيا سيدي العزيز، وإحنا قضيتنا قضية وطنية وقضية شعب وكذا وإلى آخره، فهذا الموضوع كمان بدنا نحله. الاثنين إحنا كمان، هل إحنا شو بدنا في المؤتمر؟ إحنا في المؤتمر بدنا نطلع بشغلتين، بدنا نطلع ببرنامج سياسي له علاقة بالدولة، وبدنا نطلع بقيادة جديدة. يعني بمعنى احنا يفرز المؤتمر طيب هذا القيادة فتح يفترض انه هي العمود الفقري للقيادة الوطنية الفلسطينية، يعني بمعنى انه احنا بدنا نقدم شريك للعالم. الاسرائيليين بدهم شريك بمقاسهم، نعم صحيح، شريك لتكريس الواقع اللي موجود. الستاتس كو بدهم اياه يظل، بدهم شريك على قدهم، على قد الايد، شايف كيف اهتماماته، حاله اللي حواليه وكذا، وفي طبقة ماسكين السيف الشرعية وبحاربوا من أجل الباطل فلسطينيا. وأنا بقول لك مريحين الإسرائيليين، فهل إحنا بدنا نجيب شريك زي هيك؟ لا سيدي، إحنا بدنا نبني شريك مش لإسرائيل، لأنه أنا آمل أن يدرك كل الفلسطينيين وأولهم الفتحويين بأنه العملية السلمية انتهت، دفنها نتنياهو، وأي إحياء لها يجب أن يكون بمرجعيات وبإطار مختلف، مرجعيات إلها علاقة بالشرعية الدولية وإطار إله علاقة بالمجتمع الدولي. من هون هل المجتمع الدولي بتعاون معنا هو والإقليم ويشكل عناصر ضاغطة على هذا الاحتلال لعقد المؤتمر على أساس أنه تطلع قيادة إلها علاقة بمشروع الدولي؟ هذا السؤال اللي احنا كمان، لانه احنا مش راح نسمع، لانه البعض بيقول لك وقاعدين وكذا، وبتعرف قاعد بتسرب من هناك وقاعد فيه مال سياسي وفي فوضى، مش حنسمع. وانا بقول لكل الفتحاويين وباسم الغالبية العظمى في اللجنة المركزية، احنا مش عشاق الموقع، العكس، احنا والله نتمنى ان نعود زينا، احنا زينا زي اي واحد، بس يا اخي نخلص من هالمسؤولية، ولكن احنا لازم ننقل المسؤولية بأمانة لجيل إله علاقة بالدولة وإله علاقة بإنهاء الاحتلال، ملوش علاقة بالامتيازات. طيب اللي كل يوم مش عارف يطلع لك. طيب المجلس الوطني سيدة اللواء جبريل رجوب، أين نحن من انعقاد؟ ونفس الشيء، معلش، أنت المجلس الوطني والمؤتمر هي نفس الـ 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 نفس الفكرة، نفس الفكرة. ما هو كان بدهم المجلس الوطني، قال ليش؟ قال مشان نخلص من ياسر عبد ربه. يا أخي هو قضية ياسر عبد ربه، يا أخي ياسر عبد ربه بنجيبه بنقول له تعي يا عمي، إذا كان هو عبء، وهذا غير صحيح، غير صحيح، إذا هو عيب بتقول لي يا أخي قدم استقالتك وانتهى الموضوع. بس ما بصير تتعامل مع الناس زي هيك. وقال كل أعضاء اللجنة التنفيذية بنحكى معهم إنه تعالوا بتقدموا استقالتكم وبنضمن ترجعوا، كيف بدك ترجعوا؟ فوقفت اللجنة المركزية، وأنا بقول لك ورفضنا انعقاد المجلس الوطني لأسباب وطنية، لأسباب أخلاقية، لأنه إحنا بدنا مجلس وطني كمان له علاقة بنفس المنظومة تبعت فتح، لأنه يعني أنت ما بتقدر تعزل الفتح عن المنظومة، بتعزل المنظومة عن الفتح. فآخر النهار إحنا المجلس الوطني لازم نعقده، وإحنا لازم نجدد شباب اللجنة التنفيذية، وإحنا ولكن إحنا ما بصير نهين واحد، إحنا لازم نحترم تاريخ كل الناس. وإذا إحنا إذا الإبن ما بيحترم تاريخ أبوه، ما حدا حيحترمه. والتاريخ الوطني الفلسطيني فيه ماضي، وإحنا لازم نحترمه، هذا الماضي بتمن 1-1-65 إلى الآن. إحنا لازم كلياتنا ننحني أمام شلال الدم وأمام معاناة وأمام عذابات اللي في سجون العرب واللي في سجون إسرائيل، يا أخي كلهم عمالقة. وبنفس الوقت احنا كمان لازم نفكر في هذا الجيل، ولازم نفكر في المستقبل، واحنا لازم نورثهم منظومة مختلفة، ولازم نورثهم قيم مختلفة لها علاقة بديمقراطية وبحقوق إنسان وبتعايش وبفهم وبفكر استراتيجي. فمن هون لا، موضوع المجلس الوطني انا بقول لك كانت يعني نكتة إلى الدم،
طيب. كويس، ومن هون لا بده ينعقد المجلس الوطني، ولكن مثل ما قلت لك، هل الإقليم والمجتمع الدولي بيوقف معنا ضد الاحتلال وبفرض أن يعقد المؤتمر والمجلس الوطني لبناء قيادة وطنية فلسطينية؟ ما في، بس شايفين أطفال أنابيب قاعدين بتنططوا، كويس؟ لبناء شريك له علاقة بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وفق قرارات الشريعة الدولية. من هون كمان إحنا لازم نبدأ، أول شيء نبدأ بحوارنا الداخلي، وأنا بقول وأنا أدعو كل قبائل حركة فتح إنه الآن وقت الاصطفاف في العام 51 حول مبادئ فتح وأهدافه ومنطلقاته، وهي تكون أداة القياس لنظرتنا لبعض، مش إحنا هذا خليلي وغزاز وفلان وعلان وجماعة زيدان وعمران، سيبكم من الموضوع هذا، كويس؟ الموضوع الثاني أنا بعتقد أنه إحنا نتوجه للإقليم، وإحنا بدنا نعمل حوار استراتيجي مع الإقليم. مصر بدنا نعرف هل هم ما زالوا متمسكين بالدولة ولا لا؟ هل هم ما زالوا يروا في المنظمة مثل شرعي وعيد للشعب الفلسطيني ولا لا؟ هل هم ما زالوا يقبلوا بأنه إحنا من خلال مؤسساتنا وطرنا بننتخب قيادتنا، ولا بده حدا يجيب لنا حدا بش اسمه هذا؟ هل إحنا يعني كمان منظومة إن بوابة وإن احترامنا وإن 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 كذا وإلى آخره؟ وأنا بقول لك عمقنا مصر، فلازم نتفاهم إحنا وياهم عن النقاط الأربعة ذولا. إخواننا الأردنيين هم كمان حاملين الهم معانا، عندهم مصالح، عندهم مصالح لها علاقة بالأمن، بالمية، باللاجئين، بالمقدسات، كمان بدنا نتفاهم إحنا وياهم، وبدنا نطمنهم إنه الدولة لما تصير ما حتصير لجنبهم، وحتكون في علاقة وفي ضمانات، كل الضمانات موجودة. احنا كمان هذا الاقليم بدنا نطمنه، بدنا نحكي مع السعوديين، بدنا نحكي مع الامارات، بدنا نحكي مع قطر، بدنا نحكي مع الكويت، بدنا نحكي مع كل دول شمال افريقيا، احنا ما لنا علاقة مع حدا. انا بعتقد بانه آن الاوان انه احنا فعلا نعمل حوارنا الداخلي اللي له علاقة بالدولة، وله علاقة بالمقاومة، وله علاقة بالتعددية السياسية، وله علاقة بالديمقراطية، وموضوع الامن. احنا كمان هل بدنا امن ولا بدناش امن؟ ما شايف هذا الفكر النمطي عن 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 على اجهزتنا الامنية، نقطع التنسيق الامني ولا نوقف يلا عن ابو التنسيق الامني على ابو اللي جاب التنسيق الامني؟ هذا الموضوع بده يناقش بفكر استراتيجي. طب هو تم اتخاذ قرارات في مجلس مركزي، ولا بقول لك مش في واحد موجود، في جزء من الاخوان عنده عقدة نقص فبكملها بينزل فيها الاجزاء، يعني هذول يسمني اولادنا واهلنا وعزوتنا، وما تغلطوش في مفهوم دور الأمن في المشروع الوطني. ولكن إحنا اللي لازم نحدد لهم مسؤولياتهم، وإحنا لازم نبني لهم عقيدة أمنية وطنية. وإحنا وأول خطوة عزل الأمن عن السياسة، لا علاقة للأمن بالسياسة، ولا علاقة للأمن يا سيدي بالمقاومة. الأمن بدي أنا، بدي واحد كمان، أنا بدي مرتي وولادي وأرضياتي ما حدا يعتدي عليهم يا رجل، هاي مسؤولية الأمن تبعنا. ولكن كمان إحنا أخذنا القرار من المجلس المركزي، لا هم عارفين شو اسمه كل واحد، طب ومين اللي أخذ القرار؟ مش إحنا، معلش مش إحنا. طيب إحنا يعني أنت خلينا نحدد شو دور الأجهزة الأمنية وبناء عليك. وأنا بعتقد إنه أول خطوة لازم نعملها إنه انتهى، فيش علاقة أمنية، وعمليا هو هيك الموجود، ما في علاقة أمنية مع السنة. انتهى، احنا في عندنا علاقة لها بالجوانب الإنسانية، ويتابع ذلك وزير الشؤون المدنية. هذا إذا احنا بنكون اثنين، احنا بنقدر كمان نصعد الأجهزة الأمنية في مناطق ألف العالم كله بيعترف وبناء الاتفاق احنا الإسرائيليين، إذا الإسرائيليين بفوتوا الأجهزة الأمنية يجب أن تتصدى لهم، غير هيك مش مسموح لهم. احنا موضوع المقاومة اللي بتصير بدنا نروح هون ولا بدنا نشرح هناك، هذا يجب أن يكون قرار القوة السياسية. القوة السياسية والتغيير المكان أو تحديد المكان أو الزمان أو شكل الفعالية يكون في الإطار الوطني، وبحيث أنه لا يكون في هناك صدام مع الأجهزة الأمنية، ولا كمان يكون في هناك مشاركة من الأجهزة الأمنية. شغلهم هذا، هذا شغل الفصائل. أنا بتقديري إذا ناقشنا الموضوع أنه الأجهزة الأمنية تفضلوا ناقشوا كيف بيشوفوا مسؤولياتهم، النظام السياسي يناقش ما هو دور الأمن في مشروعنا الوطني، وبعديها يصير في هناك نقاش ثنائي، بحيث ما يظل في هناك منطقة رمادية حدا يهرب فيها. بناء على ذلك احنا بنعمل منظومة أمنية في لها عقيدة أمنية تخضع لقيادة سياسية. تخضع لقيادة سياسية وبنفس الوقت ما تشتغلش سياسي وما لهاش علاقة بالسياسة. كويس. طيب سيد اللواء، ما هي رسالتك لجيل الشباب، لأبناء شعبنا وللفتحويين منهم، يعني بصراحة للمحبطين يعني ولمن ما زال يتسلح بالأمان؟ أنا بعتذر، أنا بقول لك أنا بعتذر باسم اللجنة المركزية، وأنا يعني فدائي، أنا مقاتل، أنا بتألم، أنا اللي بسمعه
بأمل أنه الكل يسمعه والكل يعرف والكل يتعامل معه بروح ثورية، بروح دماء الشهداء ومعاناة أسرانا الأبطال اللي قاعدين واللي صاروا 30 سنة وبعده يتغنى بفتح وبإرث فتح أنه إحنا فعلا نعمل مراجعة، مراجعة من موقع التزامنا بوحدة الشعب الفلسطيني سواء كنا فتحويين أو غير فتحويين. نعم صحيح. وتكون أداة القياس في علاقتنا مع بعض اللي هو المعايير الوطنية واللي فيها حب فيها احترام وفيها انتماء وفيها كرامة مثل ما إلي كرامة أخوي إلي كرامة. وننبذ كل مظاهر العنف اللي موجودة. شوف الفيسبوك هذا عنف. هذا عنف، الشتم، السب، الكذا إلى آخره، نحكي سياسي، ننتقد بعض كذا إلى آخره، نعبر عن 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 مواقفنا بشكل اللي حصل قبل كم من يوم عند بيت إيل، اتأذوا من أولاد فتح. وأنا بحيي لجنة الإقليم في رام الله إنهم عبروا عن غضبهم بإنهم مجوش على صحيح تألمت، ولكن هذه الروح أنا بحييها وأنا بقول لهم الحق معكم وما بصير نغلط مع فتح ولا مع غير فتح. وإحنا لازم نكون أكثر دقة. فأنا بقول لهم يعني ما حدا عنده حل سحري اللي يعطيكوا إياه ولا في عنا عصا نعطيكوا إياه عشان، ولكن إحنا مسؤوليتنا إنه نجدد الأمل. نعم. إحنا مطلوب منا إنه إحنا نوفر لهم الأمن الشخصي والأمن المجتمعي. نعم. من خلال سياسات تعبر عن مضمون وطني لفصائل العمل. نعم. الوطني، وإحنا نوفر لهم لقمة الخبز وفرصة العمل وهي أمر في يحسوه. نعم. وهذا يحسوه، هذا يشعروا فيه، مش إحنا نحكي لهم إياه على التلفزيون. أنا بقول لك أنا أتألم. وأنا بقول لك أنا متأسف إن استخدمك، أنا تاريخي، أنا دفعت ثمن حياتي حريتي من أجل إني أرى فلسطين حرة، من أجل أني أرى دولي وأشوف شرطي فلسطيني يوقفني يختم لي جواز سفري ويشوف هويتي ويقول لي تفضل وهو يبتسم، مش عشان أشوف أظل أشوف هذا الاحتلال. أنا بعتقد بأنه إحنا في الربع ساعة الأخيرة أنا حكيت عن أدباتنا، بس كمان هذول العنصريين النازيين الجدد هم كمان في مأزق. وإحنا بوحدتنا الوطنية، وحدتنا على برنامج سياسي، وحدتنا على برنامج مقاومي وكله له علاقة بالوطن، ووحدتنا على مفهوم لسلطة واحدة فيها قانون وفيها وفيها، ووحدتنا على شراكة من خلال صندوق الاقتراع. أنا بقول لك هذه الحلقة اللي راح ينكسر عليها هذا المشروع الاستيطاني وهي الموحد لكل الفلسطينيين. هذا هو هذه عنصر القوة الأول. أنت بتقدر تبني عليها لأنه حتى هذول اللي جاي بدهم يحاربوا داعش وماعش بدهم شرعيتنا يا عمي. بدهم شرعيتنا، فإحنا نعرف قيمتنا ومن هون احنا نبني بكبرياء جسور علاقة مع بعدنا الإقليمي مع بعدنا الدولي، ولكن على قاعدة منظومة فيها وحدة وطنية. نعم. ولكن كمان فيها إقرار بالشرعية الدولية. وأنا بقول لكل الفلسطينيين فيها استراتيجية أمنية، الفلسطيني بعيش بده يعيش بديمقراطية وحرية وسيادة قانون، والإقليم بده يشعر بأنه الدولة الفلسطينية بدها تيجي مش حتكون خطر. نعم. مش حتكون. نعم. مصدر قلق عليه وعلى مصالحه، والمجتمع الدولي يعرف بأنه الدولة اللي بدها تيجي برضو كمان فيها أمن، فيها قانون، فيها ديمقراطية، فيها حرية، فيها مرأة لها دور وكذا وإلى آخره. أنا بقول لشبابنا أنا يعني بعرف حالة الإحباط اللي بتعيشوها وبتشوفوها، ولكن أنا لا أتمنى لكم كنت تشوفوا اللي إحنا شفناه. نعم. بس إحنا عزائنا عزائنا كنا نشوفه من عدونا، من الاحتلال، من إلى آخره. أنا بتألم فعلا إنه بعضهم يشعر إنه إحنا يعني واحد مناضل إحنا مش شايفينه أو بنشركوش. واحد مضى حياته في السجون يشوف واحد بتاع إدارة مدنية له ناط قدامه ولو يا عمي يا جماعة الخير مالكم وين رحت أنتو. واحد يشوف لي يعني مش عارف إيش. نرجو هذا بالعزيمة والعمل المشترك الذي يعبر عن الحالة الوطنية الفلسطينية بوحدة فتح. نعم. واصطفاف قبائل فتح. القبائل فتح اللي لها علاقة بفلسطين. مش اللي بدهم يجونا ببرشوتات من هنا ومن وضحت هناك الفكرة اللي لهم علاقة بإرث ياسر عرفات اللي كان يقول فلسطين 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 وما زلنا نقول فلسطين. سيدة اللواء جبريل رجوب نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، شكرا جزيلا على هذه المشاركة الطيبة، كل عام بخير مرة ثانية، وكمان يعني
نتمنى أن تتحقق كل أماني وتطلعات شعبنا الفلسطيني اللي أصلا من أجل فتح انطلقت من أجل قضية فلسطين وشعب فلسطين والشعب الفلسطيني. أشكرك دائما وأحييك. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا بعد هذا الفاصل، سنبقى وإياكم مع العميد الحاج إسماعيل الحاج خالد بسمار من العاصمة الأردنية عمان، ابقوا معنا. أسود فانو صعب أبيض أبيض لون القلب أخضر أخضر لون العلم أحمر متلون بدمي والله وشفتك يا علبي زينة راية الأمم والله وشفتك يا علبي. أسعد الله أوقاتكم من جديد مشاهدينا الكرام وأهلا بكم، ونرحب بضيفنا من العاصمة الأردنية عمان الحاج خالد مسمار عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح. أهلا بك ومساء الخير الحاج خالد، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا، يا حي الله بيك. أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير وعاشت الذكرى. وأنت بخير
وانتم بألف خير. طيب حياكم الله، وكل عام انتم بخير وشعبنا بخير ان شاء الله. يا مرحبا بك، اهلا وسهلا. طيب يعني الحاج خالد مسمار، ونحن نحيي الذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية في مفاصل تاريخية وهامة، نضالية ومقاومة وكل أشكال المقاومة الوطنية الفلسطينية المتاحة والممكنة آنذاك حتى يومنا الحاضر كانت وما زالت قائمة. كيف تحدثنا عن تلك المرحلة ومرحلة البدايات والانطلاقة للثورة الفلسطينية عام 65؟ شكرا أخي حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي بدأنا به حركة فتح عندما أعلنا بسم الله، باسم الفتح، باسم الثورة الشعبية، باسم الدم، باسم الجرح اللي بينزف حرية، باسمك باسمك يا فلسطين أعلناها للملايين، عاصفة عاصفة عاصفة. وبدأنا بالآية الكريمة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هكذا بدأنا أخي حسن، وأعتقد أن اسمك يذكرني بحسن أبو علي الذي بدأ معنا انطلاقة الإذاعة، إذاعة الثورة الفلسطينية صوت العاصفة. نعم. وكان مهندسا مصريا للبث الإذاعي، أحييه إن كان يسمعنا وإن كان معنا، وأحييك أخي حسن. الله يسعدك، يا مرحبا. هذا الوضع الذي كنا به وضع كان بعد هزيمة عام 67، وهذا الوضع جعل من الشباب أن يتأثر بهذه الهزيمة النكراء التي حصلت لأمتنا العربية من جراء المأساة التي حصلت في حزيران عام 1967. وما زال الشباب في تلك الفترة يبحث عن وضع لكي يفعل شيء ما من أجل تغيير هذا الوضع الفاسد الذي حصل. إذن كانت هناك انطلاقة لحركة فتح يسمع بها العالم، كانت انطلقت في الفاتح من كانون الثاني يناير من عام 1965. نعم. تلك الفترة الشباب قال إذن يجب أن يكون هناك التحاق بهؤلاء الفدائيين الذين لا نعرف أسماءهم ولا نعرف صورهم ولا نعرف أشكالهم. هناك جيل جديد انطلق في العام 67، في العام 65 بعد هزيمة 67. نعم. خاصة عندما كنا نستمع إلى الأمريكيين، الإدارة الأمريكية في تلك الفترة في العام في الخمسينات، في نهاية الخمسينات، كان هناك وزير خارجية للولايات المتحدة اسمه جون فوستر دالاس، كان يقول بأن الفلسطينيين انتهوا، خاصة أن الكبار يموتون والصغار ينسون. فجاءت حركة فتح وهم الصغار الذين انطلقوا في تلك الفترة كانوا صغارا، وأثبتوا لجون فوستر دالاس أن هذه الفئة الصغيرة التي قلت عنها سينسون، ها هم لم ينسوا بلادهم ولم ينسوا فلسطين، وانطلقت حركة فتح في تلك الفترة من هؤلاء الصغار. وهذا يذكرني في هذه الفترة الحالية التي نجابه فيها هذا المحتل الصهيوني الغاشم المجنون الذي يقتل أطفالنا وبناتنا وشيوخنا ويهدم بيوتنا. هذا المجنون تحرك له أيضا فئة صغيرة من الشباب والفتيات في أعمار صغيرة الذين كانوا يتكلمون عنهم أنهم سينسون، وهم وبعد أوسلو لم ينسوا أن قضيتهم هي قضية حق وقضية إنشاء دولة، ويجب أن يكون لهم دولة في هذا العالم مثلهم مثل أي شعب في هذا العالم الذي يسمى الحر.
نعم. الآن العالم الحر يحاول أن يظهر للناس جميعا أن هذا الشعب الصغير الشعب الفلسطيني له الحق في الحياة، وهو 138 دولة تعترف بهذا الشعب خاصة وأنه يقدم التضحيات. قيادتنا من الأخ الرئيس المرحوم القائد الرمز ياسر عرفات إلى أصغر شبل من أشبال الثورة الفلسطينية قدموا مئات بل آلاف الشهداء وآلاف المعتقلين وآلاف الأسرى الذين نحييهم الآن في السجون. نعم. والمعتقلات الإسرائيلية على هذا الدرب الطويل من نضال المرير الذين يصدعون الاحتلال ويقاومون الاحتلال. نحن موجودون على هذه الأرض قبل أن تأتوا إلى هذه الأرض، نحن أساس هذه الأرض، هذا الشعب الذي فجر هذه الثورة، ثورة الفتح، الثورة التي اعترف بها العالم كله، وفصائل منظمة التحرير كلها اعتبرت 1/1/65 هو يوم انطلاق الثورة الفلسطينية للشعب الفلسطيني ككل، ولم تكن فقط لفتح، هي الفتح الرائدة التي أطلقت الرصاصة الأولى، فهي إذن هي التي أعطت الهوية للشعب الفلسطيني أمام العالم، وكانت كوفية ياسر عرفات هي الأساس أمام العالم الذي يلوح بها المناضلون في كل أرجاء العالم. طيب سيد خالد مسمار، سيد خالد، عندما يسمعوا أو يروا صورة ياسر عرفات وصورة الكوفية الفلسطينية، نعم، يقولون إن هذا هي رمز الشعب الفلسطيني، رمز ياسر عرفات الذي علم للعالم كله أن هناك شعب يستحق الحياة ويجب أن يكون له دولة ويجب أن يكون طيب. انتهاء لهذا الاحتلال وانتهاء طيب لهؤلاء المحتلين، الدولة الوحيدة أو الشعب الوحيد في العالم الذي ما زال يرجح تحت الاحتلال. طيب سيد خالد مسمار، إن كنت تسمعني سيد خالد، نعم سيد خالد مسمار، يعني سؤالي نعم. لكم، يعني كيف كان دور التعبئة وأيضا دور الإعلام، ولكم باع طويل في تاريخ الثورة الفلسطينية في المجال الإعلامي، كيف كان الدور آنذاك وإلى أي حد كان لكم تأثير في تعبئة الجماهير والمواطنين والمناضلين أيضا لدعم الثورة والاتحاد معها في المراحل المختلفة من النضال الوطني الفلسطيني؟ نعم صحيح أخي حسن، كان للإعلام تأثير عظيم للجماهير العربية وجماهير فلسطينية، وعندما انطلق الإعلام بدأ في الواقع في إذاعة صوت العاصفة، وكان انطلاقها في 11/5/1968، وكان الجماهير العربية خاصة بعد معركة الكرامة الخالدة التي انتصر فيها الفدائي الفلسطيني والجندي العربي الأردني في معركة رائعة، يعني أثبتت للعالم أن هذا الشعب وهذه الإرادة تستطيع أن تحقق كل شيء. لذلك عندما انطلقت الإذاعة أصبح الجماهير العربية بعد الهزيمة النكراء التي حصلت في العام 67، نعم، يستمعون إلى هذه الإذاعة بمنطلقات جديدة، بأسلوب جديد، بأصوات جديدة، باتجاه آخر غير أصوات الهزيمة التي أعلنت، التي أثبتت ما جرى في عام 67. طرحت الإعلام الفلسطيني في تلك الفترة طرح معقول وطرح هادئ وطرح يقبله العالم، ليس أنك ما كان يقول الإعلام العربي في تلك الفترة قبل الهزيمة وبعد الهزيمة أننا سنلقي اليهود في البحر وأننا أبدا، أعلناها في تلك الفترة بشعار من حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح أننا مستعدون لأن نكون في دولة واحدة، نعم، مع كل الأديان، مسلم ومسيحي ويهودي، نعيش في دولة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع ولا فرق بين أحد، وهذا الشعار الذي طرحته فتح في الإعلام، كان الإعلام الأساس عطى مبرر وعطى وهج هام. وعندما كانت تتحرك الجماهير الفلسطينية في الأرض المحتلة كان الصوت الفلسطيني يصدح
مع المظاهرات التي كانت تسير في الأرض المحتلة، خاصة عندما كانت تهتف الجماهير ضد المحتلين وهي صامدة فوق أرضها ولن تترك أرضها، ومهما هدموا من بيوتها فهي ستستظل في جدران البيوت. فطلع عند في الإعلام الفلسطيني نشيد مثل أنا صامد صامد أنا صامد في أرضي صامد، وإن هدموا بيتي أنا صامد يا بيتي، يعني كان له تأثير كبير في جماهيرنا كبير. الفلسطينية في تلك الفترة وجماهيرنا العربية، حتى أن الجماهير العربية التي كانت معنوياتها متدهورة نتيجة ما حصل من هزيمة في 67 عندما انطلقت الثورة وأنجزت العمل الرائع في التصدي للمحتلين في العام 68 في معركة الكرامة الخالدة، جعلت الحركة وجعلت الجماهير العربية تنتعش بأن هناك في أمل من أجل أن نهزم هذا المحتل الغاشم الذي يعتقد أن العرب كلهم سيهتفون بأنهم سيستسلمون. ذاك يا مشيديان الذي كان وزيرا للحرب في تلك الفترة، مشيديان كان يعتقد أن الفدائي وخاصة فتح التي انطلقت في البدايات كان يقول إنها كالبيضة في يدي أستطيع أن أدمرها متى أشاء بعنجهية عجيبة، ولكن عندما توجه إلى معركة الكرامة واجه الفدائي الذي فتح صدره في مواجهة الدبابات والجند الأردني بقوته وبمدفعيته وهزموا هذا العنجهي في معركة سطرت معركة خالدة كانت في تاريخ الثورة الفلسطينية. فالإعلام كان لا أحد يعرف شيء عن الشعب الفلسطيني. الفدائي عندما انطلقت حركة فتح أظهرت الهوية الفلسطينية، هوية مناضلة وليست هوية إقليمية فقط، هي هوية مناضلة حملها العراقي وحملها الأردني وحملها اللبناني وحملها كل الجنسيات العربية، لأن الهوية الفلسطينية التي ما زالت تعتبر بالنسبة للشارع الفلسطيني الشارع العربي بأنها هي القضية المركزية، خاصة وأن عاصمة قلوبنا وأرواحنا القدس، عاصمتنا التي فيها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، الذي ثار شباب القدس من أجل حماية المسجد الأقصى وقدموا دماءهم، الشبيب الصغير الشباب الصغار والفتيات الصغيرات والمرابطات الذين لواتي يقفن في مواجهة المحتلين الصهاينة. طيب سيد خالد، هؤلاء هم العماد الثورة. طيب سيد خالد مسمار، عذرا، عماد الحركة. عماد سيد خالد مسمار، عذرا على المقاطعة، ولكن هذه الثورة الفلسطينية التي أفردت مساحة واسعة للمقاومة وكذا الأمر للإعلام، لم تغفل أيضا السياسة، إذ أن عام 74 شكل نقطة فاصلة وحاسمة في التاريخ الوطني الفلسطيني عندما توجه الرئيس الراحل الخالد ياسر عرفات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحدث عن الدولة الفلسطينية وفي مؤتمر الرباط، وبالتالي كانت القضية السياسية حاضرة بقوة كما هي المقاومة كما هو الإعلام. قبل أن تجيبنا عن هذا السؤال نذهب إلى هذا التقرير للزميل خالد مطاوع الذي يتحدث عن هذه الحقبة السياسية بما حملته من مضامين واعية وثقافة واعدة ونضالات قوية وتهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية، بعد أن نذهب إلى هذا التقرير. واحد يناير يوم انطلق الثوار، سمع العالم كله صوت الانفجار. من واحد يناير حركة فتح التي فرضت نفسها رقما صعبا في الحسابات الدولية منذ بدايات انطلاقتها عام 65 عقب سلسلة الانتصارات والإنجازات النوعية التي خططها بدماء الشهداء التي خضبت أرض المنازلة دفاعا عن فلسطين. تلك التضحيات والعمليات الفدائية البطولية التي نفذتها حركة فتح أنبلوا ظاهرة عرفها التاريخ كما وصفها الزعيم المصري جمال عبد الناصر، دفعت القمة العربية السادسة في الرباط عام 74 إلى الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده. وبالتزامن مع الاعتراف العربي بالمنظمة اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في العام ذاته،
حينما اعتلى القائد المؤسس ياسر عرفات منبر المنظمة الدولية لإلقاء خطابه التاريخي قائلا: لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي، فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي، لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. هذان الاعترافان العربي والأممي كانا نقطة تحول استراتيجية وهامة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث منحت تلك السواعد والأعلام النضالية مظلة شرعية أقرت ضمنيا أحقية شعبنا في الدفاع عن حقوقه المسلوبة لحين تحرير الأرض وتقرير المصير. الإنجازات السياسية والعسكرية التي خططها حركة فتح وفصائل العمل الوطني الفلسطيني خلال العقد الأول من انطلاق حركة فتح كان يحتم عليها أن تؤسس لبناء برنامج نضالي شامل أطلق عليه برنامج النقاط العشر. خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين. إذن أيضا العمل السياسي كان حاضرا وبقوة سيد خالد مسمار في هذه المراحل والتاريخ النضالي الوطني الفلسطيني بامتياز. كيف شكلت هذه المرحلة عام 74 نقطة فاصلة في تاريخ الثورة الفلسطينية؟ تحدثنا عن هذا الموضوع لو تكرمت. صحيح أخي حسن، يعني في العام 1974 كان اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني وقررت جميع فصائل الثورة الفلسطينية النقاط العشر التي طبعا جعلتنا ندخل في العمل السياسي وفي عملية التسوية السياسية، خاصة وأننا عندما طرحنا الشعار في البداية شعار الدولة الديمقراطية التي يتساوى فيها الجميع، كان هناك أصدقاء كثر لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان الاقتراح بأنه اطرحوا شيء معقول. أنتوا الآن خاصة بعد هزيمة 67 أصبحت الضفة الغربية وسيناء والجولان محتلة، فاطرحوا شيء حتى يتم تحرير ما تم احتلاله. وكان هناك انطلاقة في 74 من خلال مجلس الوطن الفلسطيني وطرحت النقاط العشر. ثم فيما بعد في نفس العام تقريبا تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وهذا إنجاز في الواقع، أعطى المسؤولية كبرى على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية والثورة الفلسطينية لتتحمل هذه المسؤولية الكبيرة، وبدأ العمل بهذا الاتجاه. ولكن للأسف يعني في الفترة هذه كان هناك أصدقاء أقوياء، كان هناك الاتحاد السوفيتي يقف خلف الموقف السياسي الفلسطيني والداعم ليس فقط المواقف السياسية بل بدعم السلاح، خاصة الصين الشعبية ودول كثرة كثيرة من دول العالم كانت تقف خلف ومساعدة منظمة التحرير الفلسطينية. طبعا هذا وصلنا إلى مرحلة أن أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة عندما انعقد المجلس الوطني الفلسطيني في الأردن هنا في عمان، وكان من الصعوبة أن يعقد في أي مكان آخر، وجلالة الملك الراحل الحسين الذي فتح قلبه وأرضه من أجل أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني داخل عمان، واستطعنا في هذه الفترة أن ننتزع قرار بالتسوية التي حتى نصير في خط السياسي من أجل حل القضية الفلسطينية يقبله العالم، ولا نضيع أي شيء من حقوقنا الثابتة التي طرحتها منظمة التحرير الفلسطينية في بداية إنشائها. ولذلك ابتدأنا مرحلة جديدة في العمل السياسي مواكبة للعمل العسكري ومواكبة للعمل الإعلامي، وكانوا كله في اتجاه خط متوازيات، بحيث إن وصلنا فيما بعد إلى مرحلة أوسلو، وخاصة عندما كان هناك حصار شديد
على منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة أن الشعب الفلسطيني محاصر من كل الاتجاهات. وتعرف أن هناك كانت في فترة من فترات انطلقت الانتفاضة الأولى، وكان لها تأثير عظيم وكبير ورائع في تلك الفترة أمام العالم جميعا، وقرر العالم أن يكون هناك حل، يجب أن يكون حل للقضية الفلسطينية من خلال تسوية ما. نعم. ثم جاء انعقاد مؤتمر مدريد في التسعينات، وكان له التأثير الكبير في الواقع على المستوى العالمي، وبدأت العملية السياسية بالإضافة، خاصة عندما كنا محاصرين في أماكن مختلفة وكثيرة، وكنا منتشرين في أنحاء العالم، خاصة بعد خروجنا من بيروت. بيروت الصمود التي صمدت الثورة الفلسطينية مع الحركة الوطنية اللبنانية مدة 88 يوم في مواجهة هذا المحتل الغاصب، هذا الشارون الذي كان يريد أن يدخل بيروت على جثث الجميع، ولكن صمود الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية أجبر شارون على التراجع، وخرجنا رافعي سلاح. صحيح أننا انتشرنا في العالم كله، ولكن عندما تم أكد يوميها الأخ أبو عمار أننا خرجنا لنعود إلى فلسطين، وبدأت عملية التسوية السياسية. طيب. إلى أن جاء اتفاق إعلان المبادئ. طيب سيد خالد، سيد خالد مسمار، يعني العمل السياسي هو عمل تراكمي، وبالتالي البناء على هذه المراكمات السياسية اليوم لم يأتي من فراغ، ولما يستند إلى هذه النضالات الطويلة والمريرة التي قام بها أبناء شعبنا على مدار هذه العقود الطويلة من الزمن. كيف تقرأ المشهد الآن ونحن نراكم هذه الإنجازات السياسية في المحافل الدولية هنا وهناك لانتزاع هذا الحق الوطني الفلسطيني المعمد بدماء الشهداء لإقامة هذه الدولة الفلسطينية على كامل أرضنا المحتلة عام 67؟ عظيم أخي حسن، هذا فعلا هي التراكمات هي الأساس في عملنا النضالي من خلال الانطلاقة من 65 حتى هذه اللحظة، فترات متعاقبة وصلنا إلى هذه النتيجة، وخرجنا باتفاق إعلان المبادئ الذي كان من المقرر أن ينتهي بعد 5 سنوات لتعلن الدولة، ولكن جاءت الكلام الذي طرحه رابين في تلك الفترة، ليس هناك مواعيد مقدسة، لذلك وكان شامير، إذا تذكر شامير في أثناء مؤتمر مدريد، نعم طبعا، وضغط عليه أن على أساس يكون هناك حل سلمي للقضية وأجبر على ذلك، قال سأفاوضهم ل10 سنوات، يعني لا يريد أن يعطي حل. فجاءت الميزه اللعين نتنياهو، نعم، عملها 20 سنة حتى الآن ولم يعطي شيء، بالعكس إنه يأكل الأرض الفلسطينية. صحيح. قطعة وراء قطعة، يعني هذه الأمور جعلت الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في حل من هذا الاتفاق الذي هو أنهى هذا الاتفاق بإعلان رسمي من نتنياهو نفسه أنه انتهى أوسلو. والأخ أبو مازن أعلن في الأمم المتحدة أننا أيضا ما عملنا كل شيء وحققنا، يعني أنجزنا ومارسنا ما هو مطلوب منا، مفروض الطرف الآخر أن يعطي ما هو مطلوب منه أيضا، ولكن هذا نتنياهو لا يريد، ولكن حتى الأحزاب كلها الإسرائيلية لا تريد أن تعطي شيئا، وهذا جعل التحرك والهبة والانتفاضة التي انتشرت في مواجهة ما يجري الآن، التراكم هذا لابد، خاصة وأن دول العالم أصبحت كلها تعي أن هذا الشعب له الحق في أن يكون له دولة، لذلك حتى بعض الدول الأوروبية أصبحت الآن ترفض أن تشتري من مستوطنات ما تنتج هذه المستوطنات لأنها أرض محتلة. وأيضا في النضال والتحرك الشعبي والمظاهرات والمواجهة التي تتم الآن ما بين جماهير شعبنا في مواجهة المستوطنين، جعل العالم كله يتحرك أن هذا الحق للشعب الفلسطيني أن يكون له دولة. لماذا هذا الشعب حتى هذه اللحظة يواجه هذه الغطرسة وهذا المحتل حتى هذه السنين الطويلة؟ الحل السلمي قالت فيه منظمة التحرير الفلسطيني منذ عام 1974،
ولكن حتى هذه اللحظة الإسرائيليون لا يريدون ذلك. لذلك يجب أن ننتزع حقنا أن ننشئ دولتنا، أن نعلن دولتنا مهما كانت الأثمان التي سندفعها. دفعنا كثير من دماء شعبنا وجماهيرنا وقياداتنا منذ العام 65 حتى هذه اللحظة، وما زلنا كواكب الشهداء التضحيات، بل منذ من 100 عام حتى أكثر يا أخي حسن. نعم، إذن يعني الحاج خالد مسمار عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، المناضل والإعلامي والكاتب، أشكرك هذه المشاركة الطيبة معنا، كل عام وأنتم بألف خير. إذن نذهب إلى هذا التقرير مشاهدينا الكرام للزميل زيد أبو شمعة في إطار هذه التغطية لإحياء الذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ومن ثم نعود وإياكم لمتابعة هذا الحوار. فصل جديد من فصول الثورة الفلسطينية بدأ في 6 حزيران عام 1982. إنه الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومحاولة استئصال منظمة التحرير عن الوجود عبر ضرب حالة التمركز العسكري والسياسي لها في لبنان بعد خروجها من الأردن. لكن القوة العسكرية الإسرائيلية الهائلة التي انقضت على لبنان برا وبحرا وجوا توبهت بمقاومة فلسطينية ولبنانية صلبة وصمود أسطوري استمر أكثر من 88 يوما حوصرت فيها منظمة التحرير في بيروت، رافضة كل محاولات الإخضاع أو التطويع أو الخروج المذل من لبنان. في المحصلة دفعت الأحداث المجتمع الدولي إلى التدخل وصولا لطرح اتفاقية لوقف إطلاق النار تنسحب بموجبها القوات الإسرائيلية من لبنان مقابل خروج منظمة التحرير وقيادتها العسكرية والسياسية من هناك. بعد الخروج من بيروت انتشر فدائيو المنظمة في الأردن والجزائر واليمن وسوريا والسودان والعراق، أما تونس فقد أصبحت أرض تمركز قيادة منظمة التحرير الجديدة لتبدأ هناك صفحة أخرى من مسيرة الثورة الفلسطينية. في تونس بدأت منظمة التحرير بعمليات استعادة لياقتها وقدراتها، وخاضت حوارات وطنية داخلية عميقة وجدية للتجاوب مع متطلبات المرحلة عبر تمتين الجبهة الداخلية ورأب أي صدوعات وخلافات اعترت فصائل العمل الوطني بعد مرحلة اجتياح بيروت، إلى جانب بلورة برنامج عمل سياسي ووطني يستجلب الدعم الدولي من ناحية ويحافظ من ناحية أخرى على الفعل الثوري للجماهير الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة. هذه التطورات والتحولات لم تكن بعيدة عن مجهر المحتل الإسرائيلي الذي كان يراقب ما يجري عن كثب، فما كان من العدو الإسرائيلي إلا وأن بدأ بشحن طاقاته الأمنية والعسكرية مرة أخرى أملا في تحقيق أهدافه بإنهاء الكيانية الفلسطينية. فكانت عملية حمام الشط عام 1985 التي أراد بها المحتل قتل كامل القيادة العسكرية لمنظمة التحرير دفعة واحدة عبر ضربة عسكرية تنال منهم أثناء تواجدهم في مكان واحد. وليرتقي بسبب العملية 68 شهيدا من كوادر المنظمة والأشقاء التونسيين، لكن الصدفة وبالرغم من الضربة الموجعة فعلت فعلها أيضا، إذ كان اجتماع المجلس العسكري قد أجل لأسباب مختلفة قبل وقت قصير من موعده ليفشل الاحتلال مرة أخرى بالنيل من قادة المنظمة. عملية حمام الشط لم تقف حائلا أمام مسيرة العمل الوطني الفلسطيني والتحولات الإيجابية التي كانت تشهدها المنظمة لصالح تطوير الأداء والبرنامج الكفاحي لشعبنا، وهي التطورات التي تمخض عنها حدثان هامان وقعا في العام 1987 ونقلا الصراع إلى مرحلة جديدة كليا على المستوى السياسي والميداني. الحدث الأول تمثل بعقد الدورة 18 للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، وهي الدورة التي جمعت كل مكونات الطيف الفلسطيني من يساره ويمينه تحت شعار التمسك بالوحدة الوطنية واستقلالية القرار الفلسطيني.
الحدث الآخر الذي كان له وقعه على مجريات الصراع كان اندلاع الانتفاضة الشعبية انتفاضة الحجارة، حيث هبت جماهير شعبنا لمواجهة المحتل وجها لوجه ومن داخل الأراضي المحتلة تل أبيب، ولمواجهة وصد ما يجري عادت مرة أخرى للأسلوب ذاته القائم على استهداف الكادر القيادي لشعبنا. فما كان منها إلا أن وجهت ضربة مؤلمة في الصميم الفلسطيني عبر اغتيال أبرز قادة انتفاضة الحجارة ومهندسها خليل الوزير. فرحل أبو جهاد في نيسان عام 1988، لكن مسار الثورة لم يفقد البوصلة، إذ عقدت منظمة التحرير في العام ذاته دورة غير عادية للمجلس الوطني، تم فيها إعلان استقلال دولة فلسطين وقيامها فوق الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، فيما استمرت انتفاضة الحجارة في إشعال الأرض تحت أقدام المحتلين، آخذة الثورة بعد بضعة أعوام نحو مرحلة جديدة من الصراع. زيد أبو شمعة، تلفزيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في إطار هذه التغطية للذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية. هذه الثورة التي مرت بمنعطفات تاريخية هامة ومراحل نضالية متعددة. للحديث أكثر في هذه الانطلاقة وهذه الذكرى نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد جميل شحادي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأيضا الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية. أهلا بك معنا ومساء الخير. مساء الخير. أهلا بك سيد جميل شحادي. يعني في البداية، هذه الثورة الوطنية الفلسطينية انطلقت في ظل ظروف في غاية الصعوبة والتعقيد، وحملت الهم الوطني الفلسطيني عبر سنوات طويلة، وكان الكل الوطني الفلسطيني شريك في هذه الثورة. لم تكن فتح وحدها، وإنما كان العمل الوطني والعمل الناجز يشير إلى حالة من الوحدة بين القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية. كيف تحدثنا عن تلك المرحلة؟ يعني أولا في بداية حديثنا عن الذكرى 51 لانطلاقة الثورة، نترحم على أرواح الشهداء الكبار العظام الذي أطلقوا هذه الثورة الفلسطينية، الرئيس القائد الرمزي ياسر عرفات، أبو جهاد، أبو إياد، أبو الهول، وكثير من القيادات التي يعني ساهمت في انطلاق هذه الثورة، ومنهم سيادة الرئيس أيضا أبو مازن. وهؤلاء الناس، هؤلاء القادة العظام، عندما يعني فكروا في انطلاقة الثورة وبدأت تنتشر الأخبار، يعني اعتبروهم الناس مجموعة من المراهقين، من يعني مغامرين الذين يعني يريدوا أن يخلقوا ثورة من هذا الواقع المؤلم الذي كانت يعيش الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات وفي المخيمات أينما تكون. ولكن بمجرد أن تم الإعلان عن الرصاصة الأولى في 1/1/65، وإذا بالشعب الفلسطيني يهب في كل مناطق تواجده ليبحث عن دور وعن موقع في هذه الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأيضا تهب كل القوى السياسية التي كانت موجودة في تلك الفترة لتكون شريك حقيقي في هذه الانطلاقة وفي هذه الثورة الفلسطينية، من حركة القوميين العرب إلى البعثيين إلى كل الاتجاهات السياسية التي كانت موجودة تبحث كيف تمارس دورها في من خلال هذه الثورة، وخلال فترة قصيرة من انطلاقة الثورة وخاصة بعد حرب عام 67. وأيضا معركة الكرامي، هذه المعركة التي تشكل مفصل مهم من مفاصل العمل الوطني الفلسطيني، فإذا بكل فصائل العمل الوطني وبكل القوى السياسية تتجه إلى برنامج واحد، وهو العمل من خلال العمل الكفاح المسلح باتجاه فلسطين وتحرير كل فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية على هذه الأرض التي احتلتها إسرائيل في ذلك الوقت، ولتتخلص أيضا القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من توزيع
أدوار للأطراف العربية التي مارست دور رعاية الوضع الفلسطيني، سواء في مصر، سواء في غزة من خلال مصر، أو في الضفة الغربية من خلال الأردن، ليصدح الصوت الفلسطيني الواحد الذي يطالب بأن يكون للفلسطينيين لهم دورهم وكيانهم. وها هي تستمر الثورة، وإحنا بنحتفل اليوم بالعام 51 لانطلاقتها، ونرى أن هذه الانطلاقة وهذه الهمة التي بدأها القادة الأوائل تتجدد اليوم من خلال هذه الهبة الجماهيرية الرائعة التي يقودها الشباب الذين كانوا في سن من أطلق الرصاصة الأولى في الثورة الفلسطينية، ليرسلوا رسالة واضحة إلى الاحتلال وإلى العالم بأن هذه الثورة وهذا الشعب الفلسطيني مصمم على مواصلة نضاله حتى تحقيق حريته واستقلاله. طيب سيد جميش حاد، عملتم في البدايات كمناضلين وكقادة لهذه الثورة الفلسطينية إلى جنب بعضكم البعض من أجل فلسطين ومن أجل وحدانية القرار الوطني الفلسطيني، وقدمتم الكثير من أجل الحفاظ على قرار فلسطين مستقل. كيف كانت تلك الفترة؟ يعني من أهم المميزات التي أدت إلى استمرار هذه الثورة قضيتين أساسيتين. نعم. القضية الأولى هي قضية أن يكون هناك قرار وطني فلسطيني مستقل، والحفاظ على هذا القرار بعيدا عن كل المؤثرات والعوامل الخارجية، وأن يبقى القرار النهائي في العمل الفلسطيني هو للفلسطينيين أنفسهم بكافة اتجاهاتهم. والقضية الثانية أنها استطاعت هذه الثورة أن توجد قواسم مشتركة بين كافة فئاتها وكافة أطيافها السياسية من خلال الوحدة الوطنية الفلسطينية التي استمرت وصانت وحمت منظمة التحرير الفلسطينية منذ البدايات وحتى الآن. ها هي منظمة التحرير الفلسطينية لا تزال هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه الإنجازات السياسية التي يتم تحقيقها في الأعوام الأخيرة هي بفضل هذا العمل الوطني الفلسطيني الموحد والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل. نقول نعم اختلفنا في الساحة الفلسطينية، وكان لنا برامج وكل طرف له برنامجه الخاص، ولكن توافقنا على برنامج وطني، وتوافقنا على أن لا يعمل أي فصيل خارج البرنامج وفق برنامجه الخاص بما يتناقض مع البرنامج الوطني. هذا غير مسموح، واللي بنتمنى أيضا الآن ونحن نعيش في ظروف يعني صعبة وقاسية، وأيضا في ظروف تحتاج إلى إعادة النظر في توحيد صفوفنا من جديد وتلاحمنا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة التي نمر بها في هذه المرحلة، والتي تعتبر من أقسى المراحل وأصعب المراحل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. نعم. طيب نذهب إلى لبنان، انضم لنا هناك السيد فتحي أبو العردات أمين سر فصائل منظمة التحرير. سيد فتحي أبو العردات أهلا بك معنا وعاشت الذكرى. يعني كل هذه السنوات التي مرت كانت المقاومة تسير جنب جنب مع السياسة، وما زلنا اليوم على ذات الطريق بهذه التراكمات السياسية والنضالية الطويلة، ما زالت المقاومة مستمرة والعمل السياسي أيضا مستمر. كيف تقرأ المشهد سيد أبو العردات؟ يعني عاشت الذكرى أخ حسن. نعم. وتحية لكم وتحية لضيف الكريم الأخ العزيز جميل شحادي. أهلا بكم. تحياتي لك ولكل الإخوان عندك. وتحية لأهلنا في الوطن، وتحية لشهدائنا الأبرار. نعم. وشيخ الشهداء ياسر عرفات وكل شهداء اللجنة المركزية وشهداء حركتنا الرائدة فتح وشهداء الثورة الفلسطينية المجيدة. من مخيمات لبنان نتوجه بالتحية للأسرى والمعتقلين الأبطال، وإلى أهلنا المرابطين والمرابطات في القدس، في الضفة، في غزة، في مناطق 48 وفي مخيمات الشتات. تكتسب أهمية هذه الذكرى 51 هذا العام أهميتها كون هذه الحركة العظيمة
التي حملت هذه القيم والمبادئ السامية ما زالت هي دافع من أجل استمرار النضال حتى نصل إلى تحقيق أهدافنا المنشودة. ولأن حركة فتح هي الحركة الأطول عمرا بعد الحرب العالمية الثانية، ولأنها الحركة التي قدمت الكثير من الشهداء على درب الحرية، نعم، ولأنها الحركة الأكثر عمقا والأعمق جذورا، لذلك هي حركة الشعب الفلسطيني، وهي حركة التنوير والانفتاح في مرحلة تعم فيها الظلامية والتطرف والتعصب. لذلك بهذه القيم والمبادئ، ولأن حركة فتح هي حامية الوحدة الوطنية الفلسطينية، احتفلنا بهذه الذكرى نحن في مخيمات لبنان بالخلال مشاركة كل جماهير شعبنا الفلسطيني، لأن كل إنسان فلسطيني أو عربي حر يشعر أن له في هذه الحركة حصة بقدر أو بآخر. لذلك هي حركة الشعب الفلسطيني، شارك فيها كل أبناء شعبنا الفلسطيني وكل الفصائل الفلسطينية وخاصة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في ليلة أمس وقبل أمس بمسيرة المشاعل، وهناك مشاركة كانت لافتة كذلك الأمر لإخوتنا اللبنانيين، نعم، على كافة المستويات الروحية، حيث حاضر رجال الدين ومن صيدا من بيروت من نعم. الشمال المسيحيين والمسلمين، وكانت مشاركة لكل الأحزاب اللبنانية كون الإخوة اللبنانيين هم معنيين دائما بالمشاركة في إحياء هذه الذكرى المجيدة، حيث امتزج هنا في لبنان الدم الفلسطيني بالدم اللبناني ليصنع أروع ملاحم البطولة، كما جاء في تقريركم السابق أثناء الاجتياح وما قبل الاجتياح وحتى هذا اليوم. فلذلك نحن هنا في لبنان لهذه الذكرى موقع خاص في قلوبنا، وذلك الأمر هي لأن اللاجئين هنا في المخيمات يعتبرون أن حركة فتح هي التي إن شاء الله باستمرارها بنضالها ستمكننا من العودة إلى أرضنا وخيام دولتنا الفلسطينية إن شاء الله المستقلة. نعم. طيب إذن يعني سيد فتحي أبو العردات أمين سير فصائل منظمة التحرير في لبنان، كل عام أنتم بألف خير، شكرا لكم على هذه المشاركة الطيبة. أعود وإياكم مشاهدي الكرام إلى الأستوديو في إطار هذه التغطية والمفاصل التاريخية والهامة للثورة الفلسطينية. نذهب إلى هذا التقرير للزميل هارون عمايري، ومن ثم نعود إلى ضيفنا في الأستوديو السيد جميل شحادة، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، للحديث أكثر عن هذه الانطلاقة في ذكرها 51. في 28 من أيلول عام 2000 كتب الفلسطينيون تاريخا جديدا في صراعهم مع الاحتلال. امتشقوا الحجارة والبنادق وأعلنوها انتفاضة في وجه الظلم والطغيان، محولين نقاط التماس والحواجز الإسرائيلية المنتشرة على امتداد الوطن إلى ساحات معارك حقيقية استبسل فيها الفلسطينيون، فكانوا يقولون ويرددون ويعلون أصواتهم، إما اعتقال وإما شهادة، فقدموا أرواحهم على طبق من ذهب من أجل ثرى الوطن، حتى أصبح عددهم 4000 ونيف وما يقارب 50,000 جريح. وإثر الانتفاضة الثانية أعطى من دنس الأقصى بقدميه رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك رأيل شارون الضوء الأخضر لبدء عملية السور الواقي التي بدأت في 29 من آذار عام 2002 وانتهت بتموز من العام نفسه، وقد شكلت تحولا تاريخيا ومنعطفا كبيرا في حياة الشعب الفلسطيني بعد أن أصبح القرار الإسرائيلي قائما على التدمير والتخريب والحصار والنهب والقتل والاعتقال. فكان حصار الشهيد الخالد ياسر عرفات في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، طوقت الدبابات محيط المبنى
أطلق الجنود الحاقدون الرصاص وقذائف الأربيجي على كل مكان وقعت عليه أعينهم، وفجروا بغل أجزاء من المبنى دون الاكتراث لساكنيه، ودمرت جرافات الحقد أجزاء أخرى وصلت ل 22 مبنى من مباني المقاطعة، ولم يتبقى إلا مبنى وحيد أقام فيه أبو عمار آنذاك. هذا شعب الجبارين، الشعب الصامد أمام هذه العنصرية وهذا الإرهاب وهذا العدوان بكل أنواع الأسلحة الأمريكية. وهذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. كعادته ظل الختيار صامدا أمام هذه الهجمة الإسرائيلية مرددا عبارته الشهيرة مرارا وتكرارا: يريدونني طريدا أو أسيرا أو قتيلا، لا وأنا أقول لهم شهيدا شهيدا شهيدا. وبقي الرئيس عرفات محاصرا في مقر المقاطعة حتى تاريخ 29 من تشرين الأول عام 2004، بعد أن رأى الأطباء ضرورة نقله إلى باريس للعلاج، حيث أجريت له العديد من الفحوصات والتحاليل الطبية، ولكن إرادة الله نفذت واستشهد قائدا وزعيما ومعلما. إسرائيل وباجتياحها للمدن الفلسطينية أرادت تدمير البنية التحتية وتدمير مؤسسات السلطة وتدمير ممتلكات المواطنين، وهو ما حصل. فكان من المفترض أن تتحول فلسطين لدولة منذ عام 99 من القرن الماضي، لكن إسرائيل دمرت كل شيء وسعت إلى تدمير السلطة وإلغائها من خلال اعتداءاتها وجرائمها اليومية والتحكم بحياة المواطنين بحصار المدن وإغلاق المعابر ونصب الحواجز مدخل كل قرية وبلدة ومدينة ومخيم فلسطيني. ورغم ذلك لم يفقد الفلسطينيون الأمل وواصلوا المسيرة دون توقف، فهم ينتظرون تحقيق الحلم، حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هارون عماير، تلفزيون فلسطين. إذن تواصلت المحطات النضالية عبر كل هذه السنوات والعقود من الزمن على هذا الدرب الطويل من المقاومة والعمل السياسي المشترك والموحد للقوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني في ظل وانطلاقة الثورة الفلسطينية. سيد جميش، حد أعود لك من جديد. يعني كان أيضا محطة من ضمن المحطات الهامة إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر، وكان أيضا التصعيد الإسرائيلي الذي يتوقف في لحظة واحدة مرورا بالانتفاضة الأولى والثانية، وهذه هبة الأقصى اليوم والهبة الشعبية ضد هذا العدوان الإسرائيلي الذي يقتل يوميا من أبناء شعبنا المزيد ويعتقل ويصيب بالرصاص، وهذا العدوان الذي لم يتوقف في لحظة واحدة لم يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضالاته. يعني الإسرائيليين لازم يعيدوا حساباتهم كويس. الثورة الفلسطينية في تعرضت إلى يعني العديد من المعارك والمآزق بدءا من الأردن، وبعديها إجا هذا الحضور الرائع للرئيس ياسر عرفات في الأمم المتحدة والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية. نعم. وبعد ذلك بدأت المعارك تتوالى في لبنان وخروج الثورة الفلسطينية في لبنان ليكون هناك إعلان الاستقلال والاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وأيضا المحاولات الأخيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كل مرحلة من المراحل، سواء بزيارة شارون للمسجد الأقصى وانطلاق الانتفاضة الثانية، وأيضا تترافق هذه مع هذه الانتصارات والإنجازات الكبيرة التي تحقق في الأمم المتحدة. اليوم احنا أعضاء مراقبين في الأمم المتحدة وعلم فلسطين يرفع، والعالم كله
يؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة. ورغم كل الإجراءات الإسرائيلية والمضايقات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وسياسة القتل التي خولت فيها الحكومة الإسرائيلية جنودها جيشها ومستوطنيها بالقتل على الموقع، إلا أنه شبابنا الفلسطيني يقود هذه الهبة الجماهيرية الرائعة ليتولى المسؤولية عن استمرار هذه الثورة بنفس النفس وبنفس البرنامج وبنفس الهمة التي أطلقها كما قلنا الرعيل الأول لمطلقي الثورة الفلسطينية. على الإسرائيليين أن يعوا تماما أن هذا الشعب الفلسطيني اتخذ قرارا واضحا بأنه مستمر في النضال حتى تحقيق استقلاله ضمن البرنامج المقر من قبل كافة فصائل العمل الوطني ومن منظمة التحرير الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 والقدس عاصمة لهذه الدولة. إذا أرادوا أن يحققوا الأمن والاستقرار لشعبهم الإسرائيلي كما أشار السيد الرئيس في خطابه في ذكرى الانطلاقة، إذا أرادوا أن يحققوا الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني فليس بالدبابات وليس بالقتل وليس بالاستيطان، وإنما باللجوء إلى الشعب الفلسطيني والتفاهم معه على إقامة دولة الفلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل على حدود عام 67 والقدس عاصمة لها. هذه هي الرسالة التي نطلقها جميعا ونقول أننا سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق حلمنا الكبير في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ونقول أيضا لكل الأطراف الفلسطينية أنه آن الأوان لمراجعة طبيعة المرحلة والاتفاق على برنامج سياسي جديد يوحد كل الشعب الفلسطيني وينهي حالة الانقسام، ونوحد كل جهودنا لأنه مش بس السلطة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية معرض للخطر، أيضا أهلنا وشعبنا في قطاع غزة معرضين للخطر، وعلى حركة حماس أن تراجع نفسها وأن تراجع برنامجها وأن تراجع رؤيتها وأن تأتي إلى ما هو مطروح بالشراكة السياسية الحقيقية من خلال حكومة الوحدة الوطنية حتى نواجه هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة من خلال هذا الحصار الظالم أو هذا العدوان الغير معهود على أهلنا وشعبنا في الضفة الغربية واللي كان من نتائجه هذه القوافل من الشهداء. نعم. اللي احنا اليوم ودعنا منهم 17 شهيد بس فقط في منطقة الخليل بالإضافة إلى الشهداء الآخرين في كافة المناطق. نقول أن الشعب الفلسطيني واتخذ قرارا واضحا ويقود هذا الشعب في هذه المرحلة شباب فلسطين الذين يصروا وأكثر إصرارا على مواصلة النضال بكل الوسائل المتاحة والشرعية حتى تحقيق حلم الاستقلال في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. أشكرك بارك الله بك الرفيق جميش حاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا لكم على هذه المشاركة الطيبة. مشاهدينا الكرام نشكركم في ختام هذه التغطية المفتوحة لإحياء الذكرى 51 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ونرجو يكون هذا العمل الجماعي والموحد والداعم والموحد لصفوفنا كفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية وغير السياسية، تبقى كلمة فلسطين هي الأحق التي انطلقت من أجلها كل الثورات أو كل القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية في إطار الثورة الوطنية الفلسطينية. لكم تحياتي، أنا حسن أبو روب، نلقاكم دائما على خير بإذن الله. هذه تحية وإلى اللقاء. من هنا فمرت من هنا من هنا من عيلبون قمنا فجرنا النفق أرض حرة ما تهون بارد الثورة انطلق يا الرجال الزاحفة بالعبوة الناسفة يا الرجال الزاحفة بالعبوة الناسفة هذا قول العاصفة فمرت من هنا من هنا لغيرها ولجيشها النفذة.